لا انت وانا كان محرز مع بالماضي، وحتى رئيس الاتحاد الجزائري داروا اجتماع مؤخرا بعد الفوز امام نيجيريا، داروا اجتماع مصغر بيناتهم لانه كابيتان مع لونطري، وتحدثوا على امور عديده من بينها امور تاع لي بريم. مش لي جوار اللي هضروا، لي جوار اليوم راهم موتيفي مش راح يلعبوا على الدراهم، لكن هذا حقهم لازم نهضروا عليه. اليوم راح توصل لهم لو كان يتوجوا باللقب ان شاء الله توصل لهم حتى 200 الف يورو لكل لاعب. هذا مبلغ معتبر. هذه معلومه حصريه من رضا عباس. نعطيك انفورماسيون. نعطيك انفورماسيون. فهمت. 200 الف اورو لكل لاعب، وهذا قليل بالنسبه لهم، لانه واش داروا واش خرجوا الشعب هذا قليل. بالك لو كان يقول كل واحد يحط شويه، كاع نحطوا شويه باسكو مفرحونا. فهمت. دونك هذا الاتحاد اليوم عنده موارد ماليه، هذه الموارد الماليه راح يستغلها في امور في تطوير الكره في البلاد وفي تطوير كذا.